Hallo, ich bin أهلا، Miriam, أنا مريم، 30 Jahre alt. 30 سنة. Als ich ganz عندما neu جئت لأول مرة على هامبورغ لم أحس بارتياح ولم أعرف أبدا ما الواجب علي فعله. إحساسي في ذلك الوقت هو إحساس الكثير من النساء المهاجرات اليوم. كل شيء لديكن هنا جديد وغير معروف، وعند إحساسكن بمشاكل أو أزمات صحية أنتن في حاجة ماسة للمساعدة. ماذا يجب على المرأة فعله؟ ما الواجب علينا فعله؟ من أجل إعلامكم، أين وجدت المساعدة ذلك الحين؟ كان عندي لقاء مع ليزا من مركز تنظيم الأسرة. أهلا مريم. أهلا ليزا، مسرورة بلقائك. ماذا يمكن فعله من أجلك؟ أنا أعرف البعض من اللاجئات اللواتي جئن من جديد على هامبورغ ولديهن أسئلة تتعلق بالصحة. بماذا تنصحين هؤلاء النساء؟ يمكن للنساء أن يأتوا لزيارتنا لأننا نقدم إرشادات ونصائح في مواضيع الجنس وموانع الحمل والحمل المرغوب والغير مرغوب فيه، وعندنا في هذا المركز طبيبات نسائية وطبيبات نفسانية. يمكن للعديد من النساء من بيوتهم جلب معلومات مهمة. يمكننا أن نختار أي موضوع، مثلاً موضوع الولادة. بأي لغة نختار؟ الألمانية، الإنجليزية، العربية؟ نأخذ اللغة الألمانية. هذه الصفحة الإلكترونية متنوعة، بالإمكان جلب معلومات عامة أو مستهدفة. ثم يمكننا أن ننقر على الصفحة، بالإمكان أيضاً سماع قراءة لهذه الصفحة باللغة الأم مرفوقة بصور ورسوم للتوضيح. في مركز تنظيم الأسرة يمكننا التحدث في جميع المواضيع، ومن بعد ننظر أين يمكننا تقديم المساعدة. يمكن للنساء جلب أزواجهن معهن، ومن أجل الترجمة لدينا في المركز مترجمون في جميع اللغات. من أجل النساء اللواتي تعرضن في هجرتهن لظروف قاسية وهن الآن حزينات، يمكنهم الحضور كذلك عندكم؟ يمكنهم على أي حال أن يأتوا عندنا، ومن بعد ننظر في إيجاد مرافق خاصة لتقديم مساعدة لهن. وفي حالة إذا أردنا المجيء عندكم على المركز، ما الواجب عليهن فعله؟ يمكنهن أن يأخذوا موعدا عندنا والاتصال هاتفا بنا، وهنا رقم الهاتف والعنوان. ممتاز، شكرا ليز على هذه المقابلة، بكل سرور.